الخدعة النمو، جعلين النمو. يعني كلمة النمو؟ النمو يا اخوان ان المنتجات عليها طلب. من الاخر هو اتوسع يا استاذ من غير طلب؟ ما اقدر، لازم البرودكت عليها طلب. اذا المنتج ليس عليه طلب يبقى عيش التوسع، سلمني على التوسع. ما في التوسع. نسال السؤال، هل المنتج عليه طلب؟ المفترض اني هشتغل في منتج عليه طلب. سؤال، ما هو نسبة الطلب؟ هسألك السؤال ده. قول لي نسبة الطلب، لا مش معدل الدوران، يعني نسبة الطلب دي قد ايه في المية؟ في العادة حسبوها 10% 10%. حتى الشركات بيقول لك ايه؟ يقول دايما يقول لك العام الماضي والسنة هذه نزود كاملة من السنة، يقول لك 10% في العادة صار ستاندرد 10% زود السنة الجاية. متوقعين حجم النمو كام يا عمي عشان يسوي عشان نعمل حساب ميزانيه البضاعه والتوريد؟ يقول لك والمواد، يقول لك 10% زودها عشان يكون في مبدا الحيطه والحزم. لكن الحقيقه هو ما يقول لك 4%، ما يقول لك هي 5%، ما يقول لك هي 1.5%. هنا تبدا الطامه والكارثه. ليه؟ لان النمو مرتبط ب شباب ركز معايا في الجزئيه دي. ايوه ما شوف، ما هو التنافس، القدره على النمو والتنافس مهم. هنا عندي محورين اثنين مهمين جدا، محور النمو ومحور ايه؟ هذا النمو، وقلناه 10% 10%. انت بتشتغل على 10% تحت ال 10% وفوق ال 10%، ادي 20% معدل نمو. حلو، لو معدل النمو عندك تحت ال 10%، لو 1.5% معنى ذلك ان معدل الطلب على منتجاتك يا حبيبي ايه؟ ضعيف. ماذا يعني ضعيف؟ اخوان خدوا قد معايا، ماذا يعني ضعيف؟ اذا هنربط النمو بايه؟ بحصة السوق بالماركت شير. يبقى معناته لو كان ضعيف يبقى حصة سوقك ايه؟ تعال يبقى حصة سوقك ضعيفة. لو احنا خدنا هذا الصفر الاساسي، اذا عندك ثلاثة حالات، يا انت اكبر من اكبر المنافس، انت تساوي، انت اقل منه. انت عندك جروث، لازم يكون في استراتيجي. ما ينفع بس نستمر كده وندخل في وندخل في مخزون راكد ونخرج. ولذلك من المهم جدا ان مدراء الشركات والمدراء اليوم يفهم يعني ايه الناس اللي ما هي فاهمه مصيبه. ولذلك دايما اقول يا جماعه خلوا يحضروا معانا حاجات المبيعات والتسويق عشان يفهموا الكلام ده، لانه هو شايف حاجه واحده، ارضاء العميل، تعبئه المستودعات. يا عم افهم، اذا انت تعبي مستودع ايه؟ اذا حصه سوقك ضعيفه، واذا معدل النمو عندك ضعيف، يعني انت ايه؟ يعني انت يعني فين انت؟ ده من الاسئله. طب انت حتبيع بضاعه من نفسك؟ موضوع النمو هذا موضوع خطير لما نقول النمو الجروث. اذا انت كنت حاسب معدل النمو حاجه اكثر مصيبه، كيف تبغاني اجيب لك بضايع واعمل لك لوجيستيك انت ما تعرف؟ طيب ما هو عارف النمو يا عم، ماشي نفس الكلمه بس بدل الاسم اسم ايه؟ عبد الله ما هو عارف النمو، ما شاء الله تبارك الله الحمد لله، يعني ماشيين برج العقرب. طيب ما انت عارف السوق؟ كم حس سوقك؟ والله ما عارف، بس انت بيبيع الحمد لله. شغالين يبيع، يا سلام، ما كل الناس بتبيع وفي حد ما باع. انا بقول لك ماركت شير حقك ايه؟ يعني مقارنه بمين؟ بالمنافسه. يعني انت اكبر من المنافسه، انت اكبر من ليبتون؟ لا لا لا، يعني اذا ليبتون 66% الباقي محشورين في ال 40% واقل. كل الشركات الباقيه في ال 40%. شوف كل واحد حيدي كتف كم تاني على التاني عشان ياخد حصته. يعني لعلمك بس عشان اقول لك فكر فيها منطقيا، لو انا بدي اجيب بضاعه ولا كده في السوق هاخد، يعني انا لازم ههبش من ايدي واخد حصه من المنافس، وما هاخدها من فين؟ ما هو الماركت كده السوق محدود، هضطر اخد من مين؟ شباب هاخد من مين؟ من المنافس. طب المنافس هيقول لك لا والله اتفضل يا عبد الله خدهم. لا 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 ولا يمكن يخليه، يوه ده حش ده عشان انا بدي ارفع. طبعا خد لو الحصه، بس السؤال الاهم، الحصه مربوطه بالنمو، هل المنتج عليه طلب في الماركت؟ طب اذا ما في عليه طلب ايش المطلوب اسوي؟ روح اشحت، روح اجدنا، والله لو تحمل انت وتحمل عملات تسويقيه للليل واعلانات ما تسوي لك شيء، انت بترمي فلوسك في الزباله، لان معدل النمو تحت 10% ما يمكن، خلاص انسى. انت يا دوبك يعني يا دوبك كل 10 كراتين تبيع ترين، كل 100
بينما مثلا اكبر منافس كل 100 كرتون يبيع كام؟ 70. ترى تفرق بضايع انت على طول ايه؟ المعدل الدوران بيدور بشكل كبير. لا يعني قصدك ان الحين طالب انت مثلا معدل بيع شهري ايه؟ طبعا تحطه شهري سنه وبعدين تحسبه، يعني اديك مثال كم لو اقول خلينا الشهر يعني خلينا ناخذ سنه. كم سنه بيتغير عندك معدل الطلب عندك؟ من هو النمو يعني الطلب، احنا اتفقنا صح؟ بيزيد ولا بينقص؟ قول لي لا بيزيد. الحمد لله. نعم. برضه كويس. بس حقيقي السؤال الثاني حسألك هو بيزيد بقد ايه؟ نسبة قد ايه؟ هناخد مبيعات السنة اللي فاتت ناقص مبيعات السنة الحالية على مبيعات السنة اللي فاتت. عشان أشوف لا البرسنتج النسبة. أخذ مبيعات السنة اللي فاتت مع مبيعات السنة الحالية على مبيعات السنة اللي فاتت وأضربها في 100. عشان أعرف إيه؟ النسبة. كم في المية؟ هتقول لي والله هو كل سنة بنزيد 3.5% 4%. نقطة. وحضرتك طالب المعدلات الكونتينرات دي نصرفها بين ان شاء الله. ما هي 4% يا مهدي انت قلقان من ايه؟ لا حقلك ان شاء الله. اذا ما كانت 10% وفوق حقلك. ال 10% يعني هذا الستاندرد. ستاندرد. انت بتسال مليني يقول لك كم نزود يقول لك 10% هذا مبدا الحيطه والحذر. يا ريت يا مهدي اقول لك على حاجه يا مهدي عشان اريحك واريح الاخوان. ال 10% ده حلم. حلم الضعفاء. ده الناس تحلم يقول لك الجعان يحلم بسوق العيش يحلم بال 10%. ده في ناس يقول لك يا رب نوصل ل 10% يا مان. ده في ناس ما هي واصله حتى 1%. تقول لك كيف شغالين؟ الله يعين ويستر. طبعا اكيد اذا معدل النمو منخفض طيب ما مشكله ممكن منخفض مشكله ما في مشكله ما في طلب عالي بس انا اخذ الحصه كلها حقت الماركت ممكن وارد. يعني في منافسه معايا من الوحده بس الحصه حصتي الكبيره يعني اخذ كده كده شريحه والوحده ماسكهم. حلو ماشي هتمسكهم قد ايه؟ التكنولوجيا بتتغير. لا ننسى حاجه مره مهمه انه في دوره حياه المنتجات فيها لايف سايكل. عبد الله اليوم اللي يستخدم اليوم ما يستخدم بكره. الحياه تغيرت. انت اللي فرحان بيها تقول 18% يا عم الجوال وهو علمك الجوالات اوفر 20% الجوالات. شوف كم مره غيرت جوالك خلال السنتين اللي فاتت؟ كم جوال جديد اشتريت؟ شوف انت قيس نفسك ملايين ملايين الجوالات بتتباع والعميل ويستعد بذلك ان يغير جواله ما عنده مشكله. لكن اقول لك كل يوم اشتريت كل يوم تشتري ثلاجه كل يوم تشتري غساله معدل كل سنه جوالات 20% تقريبا 22% عالي. انت شوف اللي حواليك كم من اللي حواليك بس غير جوالاتهم في السنه بس طول حواليك انا. لكن كم كل يوم احد اشترى غساله بوتاجاز؟ يعني بعض المنتجات سلو ديماند مش معناته ما في في بس سلو بس يمكن لكن في شركات اخذت حصه كبيره جدا جدا ضخمه حصتها في الماركت. هي صح انه العطلة الطلب بطيء مو عالي بس الحصة السوقية قليلة لكن لا حصة ولا نمو هذه موت وخراب يعني. تمام؟ طيب قدرة التطوير انا معك اشوري لك من الاهداف المطلوبة في تحقيق اي بزنس هاي اي المبيعات رقم واحد يا شباب صح؟ بنعرف السيلز يهمنا نشوف معدل المبيعات واثرها على حركة الطلب عند اللي عندنا والمواد حقتنا النصيب السوق هي لسه متحدثين احنا متكلمين عنها. الربحيه لسه متكلمين عنها قبل شوي قلنا الربحيه هي نتاج الفروق ما بين اجمالي التكاليف واجمالي المصروفات والربحيه الحقيقيه اللي نتكلم فيها. ابتكار والتطوير هذا مره مهم عدد دوران المنتج، الانتاجيه، الموارد الماليه، الموارد البشريه، خدمات العملاء اليوم تغير والابتكار والهيكل التنظيمي والانشطه والعالم كله تغير حتى المسؤوليه كل شيء تتغير. السرعة تغيرت يبقى السوق ما تغير أبغى تفكر طلبات العميل ما تغيرت معقول هي نفس المواد اللي نجيبها من 20 سنة هي نفسها لغاية الحين جدا فبالتالي لابد الانتاج الابتكار والخدمة العميلة تغير كل حاجة دي تشالنج اللي احنا دوبنا تكلمنا عليها التحديات اللي تقابلنا المسؤولية الاجتماعية نفس القصة في السوق والفرص والعميل احيانا ما تدري كم دي تشينج اللي يحصل فيه.
ولذلك احنا نسميها فرص. الفرص مش ان مثلا نجي نستورد بضاعه، الفرص ان احنا نعرف ماذا يحتاج السوق، الاعتياد بالضبط. ولذلك بعض المدراء المبيعات انا في رايي هم هدفهم تارجت مش هدفهم فرص، وهي تكمن المشكله.